السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm Mohammed Al-Ghazi reporting for On The Ground News from Northern Syria. Right now, as you can see, I'm in a playground. I'm in a playground in a school in Northern Syria in a refugee camps. Many of these children here have left areas where there's severe or intense bombing. They've left their homes. However, some people are trying to give them a chance to get an education which they otherwise wouldn't get. So we're here to highlight this contribution which is being made to these children's education in this school and other schools in the area. المدارس مدارس بناء الإنسان أو في القرية التعليمية تم إنشائها لاستيعاب عدد لا بأس به من طلاب المخيمات، طلاب يقطنون في المخيمات، ولكن سبحان الله هناك عدة مشاكل واجهتنا منذ بداية المدارس حتى الآن. أول شيء عدم قدرة المدارس على استيعاب كامل الطلاب الموجودين في المخيمات. ثانيا عدم وجود ظروف معيشية مناسبة للوضع التعليمي لإنجاز التعليم. رابعا هناك موجات نزوح متكررة، لا يوجد ثبوت لعدد الطلاب، فالطالب أحيانا يأتي بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث أشهر. طبعا كما أن المدرسة غير قادرة على تعويض الطلاب ما فاتهم خلال انقطاع ثلاث سنوات أو أربع سنوات. هذا جزء من المشاكل التي تعانيها المدارس. تم إحداث مدارس بناء الإنسان بفرعين، مدرسة للبنين ومدرسة للبنات، وتم رفضهما بمعهد مهني بحيث يتم استيعاب الطالب الذي يملك الموهبة في ويملك الرغبة في تعلم مهنة لتجنب لجوء هذا الطالب إلى سوق العمل بدون خبرة، ويستطيع هذا الطالب أن يوفر دعم مالي بعد التخرج لعائلته لكي نستطيع أن نوفر لهم عيشة كريمة بدون الحاجة إلى أحد. بشكل عام عندي مشاكل بعض الطالبات، انقطاع وغياب متكرر وقد يكون متواصل، وهذا يعود لعدم استقرار الأهل في منطقة محددة وتغيير مكان السكن، وحالات أخرى من الانقطاع والغياب هي تحمل الطالبة في هذه الأوضاع الصعبة أعمال منزلية إلى جانب الدراسة قد تنقطع وتتغيب لعدة أيام بسبب القيام بواجبات منزلية في المخيمات. لدينا المدرسة تحتوي على المراحل من الصف الأول حتى الثانوية العامة، يعني 11 أدبي في هذا العام، علمي في هذا العام، العام القادم بكالوريا أدبي، عفوا علمي، من الأول للبكالوريا. إذا أنهت الطالبة التعليم في مدرستنا يعني ثانوية عامة، فبإمكانها الالتحاق بأي جامعة أو معهد كتعليم النظام أو أسوتان بالتعليم النظامي.